خلينا مناسب للكلام عن شيء آخر تماما، هو أدونيس المحبوب، أدونيس الذي أثر في وعي أجيال. يعني نحن ندين لك بالكثير باختراع الفكرة والمشروع وإعادة النظرة إلى العالم والتراث واللغة والأدب والإبداع والتجاوز. كيف يصدف أنه دائما أنت موضوع نقد، موضوع نقد عنيف من مصادر مختلفة، وأنك موضوع أبلسة، وأنه مكروه بين مزدوجين؟ هل الأب الذي يحاول ورث شرعيون أو غير شرعيون قتله؟ هل هو ما هو السبب؟ هل تصدق إذا قلت لك الآن والأخوة الذين يسمعوننا الآن أنني سعيد بهذا العداء، لأنني أطرح سؤالا بروح هذا العداء: لو كان هؤلاء الناس يحبونني فعلا لكنت أشك في نفسي، لكنت أقول هناك شيء ما فاسد فيا. وإذا أنا سعيد جدا بمثل هذا العداء، وكنت أتمنى لو أن هناك عداء في مستوى القضايا التي يطرحونها. ليس هناك أسوأ من عدو صغير. بس منتقدوك من آفاق مختلفة، هناك الطفيليون، ولكن هناك ناس جديرون بالثقة والاحترام. يعني هناك دائما جدل حول أدونيس. يعني أنا أفضل عدوا زكيا وذا خلق عال على صديق جاهل. هناك أيضا منهجك وطروحاتك التي تستفز الأيديولوجيا السائدة، الأيديولوجيا المهيمنة. لكن كنت أتمنى لو تناقش. لا يناقشون ما أقوله، إنما يطلقون الاتهامات. يعني الكتاب الثابت المتحول الآن مثلا لم يصدر نقد واحد يعني يناقش ما أقوله في الأطروحات التي قدمتها، كله تهجم وكل رأسا. يعني أنا بالمناسبة حرصت في هذا الكتاب، يعني أعرف المناخ، ألا أعتمد أي كتاب كتبه شيعي أو ينسب إلى الشيعة في الماضي. لا يقال إنك رافضي. رأسا قيل لي إنه هذا انحياز للشيعة، يعني مع الأسف يعني هذا نقد طائفي سخيف. هذا مستوى النقد مستوى كان سطحي جدا، ويعني غير لائق لا بالتاريخ العربي ولا بالتاريخ الإسلامي ولا بهؤلاء المفكرين. لا، غير لائق بالشخص. يعني شخص المفكر يناقش طروحه ويفندى علميا لكن هذا لم يحدث أبدا، وهذا ما يؤسفني. على ذكر الثابت والمتحول، هناك مؤلف مرجعي آخر حاول أن يقرأ التراث من وجهة نظر مختلفة عن منهجك، هو المنهج الماركسي. يعني أتحدث عن نزعات المادية في التاريخ الإسلامي للشهيد حسين مروي. كيف يصدف أنك لم تشتبك نظريا، قصدي مع هذه الأطروحة؟ يعني كانوا بقي نظريتان متجاورتان ولا مرة تقاطعتا؟ لا، أيوة، نحن تناقشنا شخصيا في هذا، ما في أثر ما في أثر، لكن تناقشنا، كنا نلتقي ونتناقش. ومن جملة الأشياء اللي كنت أقولها: يا أستاذ، أنت يعني كتابك مع هذا الجهد الكبير الذي قمت به هو كتاب سياسي. يعني كأنك تقول للمسلمين الماركسيون ليسوا ضد الإسلام، وإنما أنتم ماركسيون من حيث لا تدرون، يعنون به وإلى آخره، وهي نحن نكتب عن النزاعات المادية. لكن ليس هذا عمل الماركسي في رأيي، لأنه ممكن أن تأتي الآن وتكتب دراسة عن النزاعات الروحية في كتابات كارل ماركس، ماذا يجدي هذا الكتاب؟ أو النزاعات الروحية عند فيرباخ مثلا أو عند أي ماركسي آخر. كان المهم للماركسي أن ينتقد الأسس المعرفية التي قامت عليها الرؤية النبوية، هذا هو مهم. وإذا أنت استخدمت الماركسي لغرض لا يجدي شيئا، لا معنى له. ماذا يجدي أن يكون بالتراث الإسلامي نزعات مادية؟ يعني ما معنى ذلك؟ افترض أن فيه، ما معنى ذلك في الأخير؟ هو يتلاقى مع نظريتك بس من مكان آخر. يعني فكرة العقلانية وفكرة النزع، يعني فكرة العلاقة بالسلطة والدين، مع الأسف لم يقم على هذا التأويل. الكتاب كان يريد أن يثبت أن الإسلام ذو نزعة مادية أو فيه نزعة مادية، احتضن نزعات مادية كأي حضارة إنسانية أخرى. هذا كان رأينا، أنه أضاع وقته
أضع جهد كبير جزء من ومحترم عمره سنوات وعمل مهم جدا، لكن لا يغير، لا يحفر في المعرفة العربية شيئا عميقا في تقديري، مثل ما مثلا ما كتبه الأستاذ عبد الجابري، محمد عبد الجابري. يعني محمد عبد الجابري في كل مشروعه هو فقيه جديد لا أكثر، لم يقدم أي شيء جديد على الإطلاق. الذي قدم شيئا جديدا والذي أخيرا قدر، وهذا شيء جميل، هو عبد الله العروي مثلا أو محمد أركون. هؤلاء أشخاص قدموا شيئا جديدا، أو دكتور محمد محمود السوداني الذي يعيش الآن في بريطانيا في جامعة إكستر. هؤلاء قدموا كتبا نقدية عظيمة حول النبوة وحول تاريخ النبوة. وأضيف إليه في هذا المناسبة الدكتور عادل ظاهر اللبناني الذي يعيش في نيويورك. أعتقد أن محمد أركون تخبى باللغة الفرنسية، يعني لجأ إلى اللغة الفرنسية كي يكتب، كي يقرأ بهذه الطريقة الجريئة والمعاكسة للتيار. هو يعني كل ما قاله أنه النص الديني يجب أن نقرأه بوصفه نصا تاريخيا، هذا شيء مهم جدا، لكن هذا مورس عمليا في التاريخ الإسلامي القديم. مارسه ابن رشد، ومارسه ابن الراوندي، ومارسه أبو بكر الرازي. وكنت أقول له، هو صديق، كان صديق، كنا نتناقش دائما، كنت أقول له: محمد، يجب أن تذهب إلى أبعد من ذلك، أن تطرح سؤالك على النص ذاته. كان يجيبني: يا أدونيس، كأنك تريد أن تقتلني. طبعا. يعني بالمتاح يعني. فلم نذهب إلى الأقاصي التي توجبها أو تفترضها المعرفة.